وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد متقاعد حسن الشهري. سيد حسن مساء الخير. ويعني الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أضافت كيانين وأحد عشر فردا المدعومة من قطر إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها. يبدو أن قائمة الإرهاب ستظل مفتوحة لانضمام أو لضم كيانات أخرى أو أفراد آخرين، ما هو تعليقك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بداية، هذا العمل الذي تقوم فيه الدول الأربع هو يعكس اهتمامها وهدفها الرئيسي في مكافحة الإرهاب، وهي ملتزمة بمحاربته وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة أيضا الفكر المتطرف الذي ينشأ من مثل هذه الكيانات والأفراد، وأيضا أدوات نشره الإعلامية سواء التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي أو خلافه. وأيضا تعمل مجتمعة بتحصين المجتمع من هذه الآفة. مع الأسف العمل المشترك دائما يؤدي إلى نتائج، والدول الأربع يقظة وتعمل بتنسيق تام ضد، مع الأسف، تنظيم الحمدين ودولة إيران الصفوية، يعني العصابة الحاكمة في طهران، الذي ما انفكت تعمل على، مع الأسف، على إجهاض الأمن وعلى استهداف الإسلام والمسلمين في كل الأقطار العربية بالذات والإسلامية والعالم بشكل عام. نعم. المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة حتى في اختياره لإسم ومن وقت إنشائه واتخاذ القاهرة مقرا له، مع الأسف يتلقى الدعم من الدوحة ويعمل على تشويه صورة الدول العربية والإسلامية قاطبة والإسلام، ولكن يركز على الدول الأربع وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. نعم. وأيضا يتماهى مع الخطاب الإعلامي الداعشي، فهو يسميها الدولة الإسلامية، يصنف قواتها بالمسلحين ولا يسميهم إرهابيين. وأيضا يحتضن هذا المجلس مع الأسف عدد كبير من المصنفين بالإرهاب، وقد وردت كثير من أسمائهم في القائمة هذه واللي قبلها. نعم. أيضا يتعاون مع عدة كيانات. المجلس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الذي يرأسه من عرضته صورته قبل قليل والشاشة لا تستحق عرض مثل هذه الأشكال المشوهة، زعيم دعاة الإرهاب القرضاوي، وهو قطري الجنسية مع الأسف. نعم. مع الأسف هو أيضا من يرتدي ثوب الدين ويفتي، وقد سأل الله يوم الأيام أن يحشره مع زعماء الفتنة، ونحن نؤمن على ذلك ونقول آمين يا رب العالمين. مع الأسف هذه المجلسين تقدم غطاء مع الدوحة، لكن المجلسين بالذات تقدم غطاء إرهابية لأفراد متنفذين وقادرين. من المعروف أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ينتشر من له منظمات وقواعد ومراكز من الأرجنتين وصولا إلى أستراليا في 28 دولة. مع الأسف تغلغل في مفاصل الكثير من الدول العربية والإسلامية ما فيها دول الخليج. نعم. استغل المسمى للدعوة التكفيرية والإغاثة لسلب أموال الناس، ولكن الدوحة هي الداعم الرئيسي مع الأسف لهذا العمل. نعم. نحن طيب كمواطنين، نعم سيد حسن، يعني بعد الكشف حقيقة عن الوجه الحقيقي لقطر أمام المجتمع الدولي وإعلان الداعية الأربع لمكافحة الإرهاب مقاطعتها لقطر وظهور هذه القوائم والأفراد التي تدعم الإرهاب، ألا ترى بأن العمليات الإرهابية التي تقوم بها بعض العناصر والكيانات أصبحت في انحسار الآن؟ لا شك، وقيام هذه الدول منذ 5-6 في قبل 6 أشهر أدى إلى هذا التراجع، وأدى إلى انحسار أيضا النظام الأوسع حاليا والمدعوم مع الأسف واللي صنع صناعة من طهران ودمشق وبغداد في وقت سابق، ودعم من قبل المخابرات الغربية في استثمار البيئة السيئة. مع الأسف انحسر داعش بل أوشكت على الانتهاء، القاعدة ذهبت مع أدراج الرياح والنصرة في طريقها إلى الذهاب. أنا كمواطن سعودي خليجي عربي مسلم أنا أدعو أيضا إلى، وأنا واثق أنه الدول الأربع لن تتوقف عند هذا وليس يكون هذا النهاية، لا تتوقف عند هذا الكيانين والأفراد. نعم. ستستمر، لكن أطالب أن يكون حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وتميم والعطية وخلافهم وقادة الميليشيات الأحزاب الشيعية الإرهابية قادة
حزب الله الذين لم يضموا، وأيضا في أنصار الله في أو أنصار الشيطان في اليمن، كل من يكون له علاقة بالإرهاب دعما وإيواء وتمويلا ومعامل على نشر هذا الفكر و نعم. ونشر الكراهية، أن يضم إلى قوائم الإرهاب. والدول العربية الأربع مدعومة أيضا من البيئة الإقليمية والدولية، وسيكونون نعم. أيضا على قوائم الإرهاب العالمية. نعم، من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد متقاعد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك.